يفتتح النسق الجوي الأول لطائرات التكوين والمخلد المجاهد الراحل محمد بوضياف بعبور السرب قوامه 12 طائرة للتدريب القاعد والمتقدم من طراز لام 39 لتنفث في سماء الاستعراض دخانا متجانسا بألوان الراية الوطنية رمز العزة والبطولة ووحدة الشعب. إنهم صقور الجزائر، دروع الوطن. إن هذه الاحترافية في الأداء هي ثمرة تكوين نوعي وتحضير جاد ومتواصل للأطقم وتحكم عال في الوسائل الجوية ومعداتها الحديثة. سرب بقوام 3 طائرات للنقل من طراز بيو 350 الموجهة لضمان مهام الاتصالات الجوية، البحث والتصوير الجوي، وتنفيذ المهام الخاصة للنقل. يليه تشكيل جوي مكون من 3 طائرات متعددة المهام للنقل والاستطلاع الجوي من طراز بيو 1900، طائرة لها القدرة على التحليق في الظروف المعقدة لتنفيذ مهامها بدقة عالية ضمانا للسرعة في الحصول على المعلومة وكشف نوايا العدو وأعماله القتالية المنتظرة. تشاهدون في سماء الاستعراض سرب بقوام 3 طائرات للنقل ذات القدرة على التحليق على الارتفاعات المنخفضة. تتقدمه طائرة سين 130 المعصرنة مرفوقة بطائرتين من طراز سين 295. عبور يبرز مستوى التدريب المتقدم لأطقمنا وكفاءاتهم في تنفيذ مهام الدعم اللوجستي. في الأجواء تتقدم طائرة التموين اليوشين 78 في تشكيل خماسي طائرات سوخوي 30 لتنفيذ عملية التزويد بالوقود الجوي. هم رجال قواتنا الجوية، رجال ما بخلوا يوما بجهد في سبيل الوطن، يؤكدون أداء مهامهم بكل أمانة وصدق لبلوغ أهدافهم بكل عزيمة وإصرار.